أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا قل لو كان معه آلهة كما كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة Yeah!
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك صدق الله العظيم.